والبداية مع روزا اليوسف ونقرأ منها: الكونغرس يتحدى العالم ويؤيد السفاح وتصفيق للقتل. ومن روزا اليوسف أيضا: وصمة عار، خطاب غير إنساني لنتنياهو بالكونغرس مدعي حقوق الإنسانية. أستاذ زكي، إزاي قريت خطاب نتنياهو بالكونغرس اللي تحدى به العالم كله وسط تصفيق كبير من الحضور لتأييد القاتل؟ طيب، خلينا في البداية نقول إن الكونغرس سقف لنتنياهو حوالي 81 مرة، منهم حوالي 58 مرة وهم واقفين على رجلهم، وده يعني يؤكد على حجم التغيب في المجتمع الأمريكي. وإن كان في أعضاء كتار من الحزب الديمقراطي غابوا عن حضور لقاء نتنياهو، لكن الأصل في القصة إن هؤلاء هم الذين يعتقدون إن حرب إسرائيل هي حرب حقيقية، وإن حرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي حرب لحماية اليهود وحماية الإسرائيليين، فهم بطبيعة الحال مغيبين. طب هل هم دي أول مرة يعملوا ده؟ لا، هم بقالهم 10 شهور بيمضوا على كل صفقات السلاح اللي رايحة إسرائيل، وبالتالي كانوا هم مساهمين بشكل رئيسي. يعني اللي بيقتل الفلسطينيين في قطاع غزة أو الضفة الغربية مش الطيار اللي راكب F-35 وF-15، اللي بيقتل أولادنا والأطفال والنساء وبيهد المستشفيات والأنوروا وكل الحاجات دي هم أعضاء الكونغرس الأمريكي نفسهم. وكل دعم مادي ودعم عسكري وغطاء سياسي في كل مكان. بالضبط، والدعم المادي هو الأكبر في تاريخ أمريكا لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى دعم الاستخباراتي والاستشارات العسكرية. وأذكر الناس ونتذكر مع بعض لما حتى محكمة الجنائية الدولية طلعت واتكلمت على ان هي هتحاسب الاسرائيليين، قادة اسرائيل، الكونجرس ده وقف وقال لك ازاي انتوا تحاسبوا الاسرائيليين، يعني انتوا ازاي تفكروا في القصه دي. لدرجه ان كريم خان اللي هو المدعي العام الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه قال لك ان هم يعني كان فاكرين ان هم عاملين المحكمه دي للافارقه والناس التانيين، مش عاملينها لنفسهم ان هم ممكن يتحاسبوا فيها في يوم من الايام. وبالتالي الكونجرس ده، هذا التصفيق، هو جزء من 10 شهور هو بيدمر في قطاع غزة يعني وفي الضفة الغربية. مستفز جدا يا استاذ، بطبيعة الحال ومستفز جدا، لكن لابد ان احنا نستوعب ان هي دي التكوين الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية مع نتنياهو في عملية التسويق السياسي للداخل. لكن برضه هم يسقفوا حاجة وعلى الأرض حاجة تانية. على الأرض هناك خسائر إسرائيلية متواصلة، يعني عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكتر تقريبا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وبالتالي دي خسائر مباشرة. احنا في نفس السياق هنروح لصحيفة الوطن ونقرأ منها: غارات إسرائيلية وحشية تحصد أرواح الفلسطينيين، واستراليا ونيوزيلندا وكندا نرفض ما يحدث في غزة. ومن اليوم السابع عشرات الشهداء والمصابين في تصعيد لقصف الاحتلال لغزة. حضرتك بتتابع ازاي الغارات الإسرائيلية الوحشية اللي بتتواصل طبعا في حشد أرواح الشهداء الفلسطينيين؟ يعني الإسرائيليين لو قعدوا 100 سنة، هم بقالهم من سنة 48 وبيقتلوا في الفلسطينيين، الفلسطينيين ما خلصوش، كل سنتين ثلاثة يدخلوا، ربما تكون الحرب دي هي الأطول، والفلسطينيين برضو ما خلصوش. دايما المحتل هيهزم في النهاية، المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية. عملوا عمليات الإبادة وعملوا عمليات واستمروا في قصة القتل اللي هي بقالها 10 شهور دي، وصلنا لأكثر من 40,000 شهيد وأكثر من 80,000 مصاب، بالإضافة إلى آلاف من المفقودين. كل ده برضو مش هيخلص شعب فلسطين. شعب فلسطين كان قادر على المقاومة خلال 10 شهور اللي فاتوا، وكمان الحرب دي كشفت وش إسرائيل وش أمريكا وادعاء القيم. يعني أنت زمان كن قبل 7 أكتوبر كنت دايما يدعوا القيم وحقوق الإنسان، وإحنا عايزين سلام وإحنا عايزين اتفاق الكذا والحاجات اللطيفة بتاعتهم اللي كانوا بيصدروها في العشر شهور اللي فاتوا، هي دي حقيقة إسرائيل، هي دي حقيقة أمريكا، هي دي حقيقة بالضبط، هو ده حقيقة والمخطط اللي هم عايزين. هم شايفين نفسهم فقط المواطن الغربي، المواطن الأمريكي الإسرائيلي، عايزين ما نفصلش بس بين إسرائيل وأمريكا. إسرائيل هي ولاية أمريكية في نطاق جغرافي آخر، زيها زي ولايات أخرى. احنا عارفين الولايات المتحدة الأمريكية لما بدأت تنشأ كانت بتشتري ولايات، يعني في هذا النطاق عشان تضمها على بعضها. إسرائيل ما كانتش محتاجة تشتري، هي كونتها في هذا الإطار وتدعمه، وبالتالي مش عايزين نفصل ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أيوة يوصلوا عمال القتل، لكن شعب فلسطين مش هيخلص، والقضية الفلسطينية لن تنتهي. بقالهم أكتر من 75 سنة 80 سنة بيتكلموا في نفس المنطق ونفس الإطار، ولا قدروا، ماتوا كلهم. حتى في يوم من الأيام كان واحد منهم رئيس وزراء إسرائيل وقال لك أنا نفسي أصحى الصبح ألاقي غزة دي في البحر. غزة بقيت وهو تم اغتياله وراح لمزبلة التاريخ، زي ما نتنياهو هيمشي. وفاكرين بس برضو نذكر الناس، معلش كلمة أخيرة، شارون أقوى ولا نتنياهو؟ شارون كان أقوى وأفجر، شارون انتهى وراح وفضلت غزة والضفة الغربية، ونتنياهو سينتهي. بالضبط، نتنياهو سينتهي وبن غفير وسموتريتش وكل الأسامي اللي انت حضراتكم بتسمعوها في الإعلام.